استشارة ما تجيك على الواتساب؟ لا هذا إنه إحنا خارج الجروبات الواتساب، إن شاء الله ما راح نوصل هذا الموضوع. ما مسوين جروب واتساب أو زعيم ينطيكم جروب واتساب للمواعيد اللجنة النيابية عندنا الدورة الخامسة. لا أنا أقصد على التصويت، أرفع إيدك لا ترفع إيدك، هذا أرفع أني بين السياسيين وأعرف، أرفع إيدك أو صوت أو لا تصوت. هذا جروبات الواتساب موجودة في أغلب الأحزاب، وهذا مو فد شيء سر يعني. اي نعم نشوفهم يعني تشوف من يصير تصويت يباعهم بالتليفون يرفع ايده او ما اي يعني قاموا يحطوها وراها صامت او يقعد رئيس الكتلة بالسرة الامامي من يرفع ايده الباقيين يرفعون ايديهم مع الاسف، بس مو الكل، حتى اكو احزاب منهم لهم حرية بالرأي. في ايضا نسمع انه اكو بالفضائيين بالمؤسسات العسكرية. نعم. هذه المؤسسة اليوم العسكرية بها كذا فضائي، هذا الفصيل به كذا فضائي، موجودين الفضائي لو أيضا هذه كذبة بصراحة؟ ممكن مو كذبة بس كل ما جالها ده نقضي من هذا الموضوع بصراحة. هو أكو فضائيين سابقا هواية، مو هسه اللي كون أنا بلجنة أمن والدفاع، وإنما بالعكس أنا ابن المؤسسة العسكرية يعني ما أنكر هذا الموضوع، بالعكس وأتشرف ولحد الآن أنا أنحاز لهم، لأن ذولا زملائي وناس وقفوا وسندونا في السلطة التنفيذية، واليوم في السلطة التشريعية لحد الآن أنا متواصل وياهم ونتعلم من عندهم.